بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم على قناة محمد عبدو مع الصف الأول الابتدائي ومنهج اكتشف للفصل الدراسي الأول. ما زلنا شغالين في المحور الأول من أكون، اللي مكون من أربع فصول، والنهاردة معانا الفصل الثالث. شرحنا الأول والثاني، الأول كان 10 دروس والفصل الثاني كان 7 دروس، والنهاردة معانا الفصل الثالث 6 دروس. ده الدرس الثاني في الفصل الثالث اللي هو ترتيبه من أول الكتاب، الدرس رقم 19. وبقول لحبايبي اللي أول مرة يشوفوا فيديوهاتي، ما تنسوش الاشتراك في قنواتي اللي موجودة تحت الفيديو، وجروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا، وانكم تسمعوا الفيديو اللي انا منزله، الرابط بتاعه تحت الفيديو، ازاي تعمل ايميل وتشترك في اي قناة. ده بالاضافة لتشجيعاتكم وتعليقاتكم واعجاباتكم اللي هتنشر القناة وتفيد ناس كتير محتاجاها، اللي ما بيصدقوا يشوفوها. يعني الحمد لله، ده فضل من الله ان احنا بنقدر نوصل المعلومة بقدر المستطاع لاخواننا الافاضل اللي بيسمعونا. تعالوا بينا نشوف درسنا رقم 19 او الدرس الثاني في الفصل. اهدافه ايه؟ نواتج التعلم بتاعته ايه؟ بيتكلم على ايه؟ ايه اللي هيستفيد منه التلاميذ في خلال هذا الدرس؟ التلاميذ في هذا الدرس هيقوموا بتحديد المقادير الممثلة برسم بياني بالأعمدة. مرة اللي فاتت اتكلمنا على الرسم البياني المصور وازاي بناخد منه المعلومات والبيانات، والنهاردة برضو هنحدد المقادير الممثلة برسم بياني لنوع تاني وهو الأعمدة. مقادير، مقارنة المقادير باستخدام أكثر من، يعني أكبر من أو يساوي. هي بتتقال اكثر او اكبر، يعني مش مشكلة. تعالوا نشوف ايه المواد اللي هنستخدمها. برضو نفس المواد هي بس يعني مش هنحتاج، ما والله احتاجنا الوان، معرفش ليه شال الالوان من هنا يعني. المهم كتاب المدرسة، كتاب التلميذ اللي هو اكتشف، وقلم رصاص واقلام تحديد، والورق القلاب او السبورة او لوح بنعرض عليه البيانات بتاعتنا او الرسومات بتاعتنا، واذا كان طبعا في جهاز بيبقى افضل عشان بدل ما تضيع الوقت في التصوير يبقى على طول يتصور الكتاب نفسه ويتعرض عليهم للصفحة اللي احنا عايزينها. معانا النهاردة الدرس الثاني اللي هو في اكتشف، يعني خدنا الدرس الاول اكتشف في الفصل، وخدنا الدرس الثاني اهو، او هناخد الدرس الثاني اللي هو اكتشف برضو لمدة 90 دقيقة. في المقدمة بتاعته هنعرف التلاميذ بدرس النهاردة عن ان احنا بنذكرهم باللي تعلموه في الرسم البياني المصور في الدرس اللي فات خلال اليوم الاول يعني من الفصل، وجعلهم بيشاوروا او يشيروا الى الاجزاء اثناء المراجعة. يعني هقول لهم من فضلكم شوفوا الصفحة اللي احنا كملناها امبارح، اللي خلصناها، اللي هي كانت عن الرسم او بعنوان الرسم البياني المصور. هنراجع اللي تعلمناه امبارح عن الرسم البياني المصور، وده احد انواع الرسم البياني اللي بتستخدم صور لعرض البيانات. يعني ايه رسم بياني مصور؟ يعني رسم بيستخدم صور عشان خاطر يعرض لي البيانات او المعلومات. طيب البيانات يعني ايه؟ بيانات يعني معلومات بيتم جمعها من خلال الرسم، بطلع معلومات من الرسم بتاعي. هنطق اسم اجزاء الرسم البياني المصور وشاوره للجزء اللي انا هقول عليه في الرسم البياني المصور بتاعنا في كتابكم في الصفحة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت. هنقرأ كل جزء من اجزاء الرسم البياني المصور اللي احنا لوناها المرة اللي فاتت، اللي هي كانت اربع حاجات، يعني بنقول الاجزاء الرئيسية: العنوان، المسميات، البيانات، المفتاح اللي هو مفتاح الرسم يعني. وانا بمر في الفصل وبتكلم، بتابع التلاميذ
وهم بيردوا على اللي انا بشاور عليه او اللي بقول على اسمه وهم بيشاوروا عليه، واتابع تقدمهم، واذا كان في اخطاء بتلاشاها واصحح لهم الاخطاء بتاعتهم اللي حصلت. طيب الرسم كان بالشكل ده. الرسم بتاعنا مكون من اربع اجزاء، من عنواننا، العنوان اللي هو مثلا كان حيواناتنا الأليفة، ومن المسميات بتاعتنا اللي هي الطيور والقطط والأسماك، دي كانت المسميات اللي لوناها باللون الأزرق، وده كان العنوان اللي لوناه باللون الأحمر. وبعدين في عندي بيانات أو معلومات، البيانات أو المعلومات هي عدد الطيور وعدد القطط وعدد الأسماك. المفتاح قلنا مفتاح اللي هو الصورة، الصورة هنا هي المفتاح بتاعي، بتمثل ايه؟ بتمثل حيوان اليف، يعني كل صورة من الصور اللي قدامي دي بتمثل حيوان اليف. ودينا مثال زي مثلا لما بنقول خريطة للتضاريس، بنلاقي من تحت الجبال باللون يعني مكتوب كده جبال يبقى لون بني مثلا، او انهار يبقى لون ازرق، ده بنسميه مفتاح الخريطة. هنا برضو مفتاح الرسم بتاعنا. طيب بعد ما عرفنا البيانات دي وتذكرناها عن الدرس اللي فات، يبقى النهاردة ان شاء الله تعالوا بينا نتعرف على نوع تاني من الرسوم البيانية اللي هو بالأعمدة. برضو الرسم بالأعمدة، رسم بياني عن طريق الأعمدة، ده وسيلة تانية عشان نفهم منها البيانات بتاعتنا. طيب كلام جميل. يعني هفهم البيانات عن طريق نوعين من الرسوم لغاية دلوقتي، الرسوم البيانية اللي هي بالصور، والرسوم البيانية بتاعت النهاردة اللي هي بالأعمدة. الرسوم البيانية، الرسومات البيانية بالأعمدة نوع آخر من أنواع الرسومات البيانية، بيعتمد على الأعمدة، بيعتمد على الأعمدة. الأعمدة اللي بتعرض لي معلومات، بتديني معلومات. يعني لو فتحنا كتاب المدرسة، كتاب التلميذ اكتشف صفحة 44، وانا افضل طبعا انك تعرض يعني نسخة مكبرة من الرسم البياني، او اذا ما كانش عندك جهاز داتا شو او بروجيكتور او اي حاجة من الاجهزة دي، يبقى من خلال رسم انت رسمه بالاعمدة على السبورة السودة او ورق التخطيط زي شفناه دلوقتي ورق القلاب، عشان يتمكن جميع التلاميذ من ان هم يشوفوا اللي موجود بقدر المستطاع. طبعا هنا بيقول لي ان امكن ذلك، يعني يبقى كويس جدا، لكن انت اعتمد على امكانياتك اللي موجودة وحسن تصرفك في انك توصل الرسمة يشوفها كل التلاميذ اللي موجودين في الفصل. طيب هيفتحوا الأولاد الكتاب بتاعهم، وهنلاقي الصفحة فيها عنوان التمثيل البياني بالأعمدة، كان اللي فات التمثيل البياني المصور. هنا بيقول له استخدم التمثيل البياني بالأعمدة عشان تجاوب على الأسئلة اللي احنا هنقولها. طب تعالوا نشوف الرسم البياني بتاعي في الصفحة بالشكل ده، من فوق عنوانه ألواننا المفضلة، يعني المرة اللي فاتت كانت حيواناتنا المفضلة او حيواناتنا الاليفة اظن، لا المفضلة، والنهاردة مع الرسم البياني بالاعمدة برضو بيتكون من نفس الاجزاء، بس اجزاء يعني توضيحية للرسم بتاعنا، بتشبه اجزاء الصور البيانية تقريبا يعني، بس هو هنا عن ايه العنوان بتاعه، عن طبعا بيختلف كل رسم بايه بعنوانه يعني. فهنا بيقول لي عرفت ان الرسم البياني ده بالاعمدة بيمثل الواننا المفضلة، العنوان هو الواننا المفضلة، وشاوروا العنوان. والحقيقة انا ما لقيتش العنوان في الصفحة، ولا يمكن ما خدتش بالي منه. المهم العنوان اللي هو الواننا المفضلة ده، يلا كده زي ما عملنا المرة اللي فاتت هنلونه باللون الاحمر. هيمسك الولد القلم الاحمر، وعلى فكرة بالمناسبة الالوان ما تخليش التلميذ يستخدم قلم في الماستر او الوان مية، لان الحاجات دي بتعمل مشكلة في الصفحة وبتبوظ شكل الصفحة، ف
فيعني الافضل ان هو يستخدم الالوان الخشب العاديه عشان خاطر يبقى سهل عليه انه يلون، وعلمه ازاي يلون الحركه خفيفه جدا ومع اهتزاز وهو ماشي كده، علمه بحيث ان هو ما يخرجش بره الخط اللي هو حدده مثلا او الدائره او الاسم اللي مكتوب قدامه، يعني يبقى حوالين منه يبقى واضح بالشكل اللي احنا عاملينه ده. بعد كده بنقول لهم الرسم البياني لو بصيتوا عليه بيحتوي على اعمدة، فين هي الاعمدة؟ يا ريت يطلع حد منكم يشاور لي عليها. ادي عمود وادي التاني وادي التالت وادي الرابع، ودي الوان طبعا واضحة ان الاعمدة نفسها باسم المسمى بتاعها، يعني هنا في مسميات، هناك كانت المسميات القطط والطيور والاسماك ومش عارف ايه، هنا المسميات بتاعتنا جاية من تحت اهي، ما جاتش من الجنب زي المرة اللي فاتت. المسميات بتاعتنا عايزين نحط عليها لون او نلونها باللون الازرق، هنلون زي ما لوننا اللي فوق برضو كده، هنحط عليها دائرة، يعني هو يقصد هنا بالدائرة الشكل البيضاوي، يعني لان مش هتنفع دائرة طبعا بالشكل الكبير كده هتبوظ الدنيا معاه، فيعملها على شكل بيضاوي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. بعد كده يقول لهم مين يقدر يعرفني بحاجة واحدة مختلفة في الرسمين اللي احنا خدناهم بين الرسومات او التمثيلات البيانية، ما هي اسمها رسومات او تمثيلات، يعني التمثيلات البيانية اللي بالاعمدة والصور البيانية، ايه عرفوني ايه الحاجة المختلفة. طبعا هنا الاولاد هيقولوا ان هناك كان في صور وهنا في اعمدة، اي اجوبة اسمع منهم وشجعهم على اجوبتهم ووضح لهم اضافات اذا كان في عندك اضافات للموضوع. الرسم البياني بالاعمدة في مقياس، ايه يعني مقياس؟ يعني مقاس بيحدد لي من خلال المقياس ده بعرف الرقم بتاعنا، يعني بيبدأ المقياس ده من رقم 0 من تحت الى رقم 9 من فوق. هو الحقيقة يعني الاعداد بالذات فيها لخبطة في الصفحة، يظهر ان الطبعة كانت منزلة الالوان لتحت شوية وبالتالي ما ظهرش رقم 9 ظهر رقم 8، لكن الكتاب واضح فيه اللي قدامنا هو بدأ من 0 حتى 9 مش 8. فانا هقول لهم فين بقى المقياس بتاعنا، ادي المقياس اهو بتاعنا. خدوا بالكم من المسميات، ان احنا خدنا العنوان ادي حاجة والمسميات ادي حاجة تانية، وهنا المقياس اللي هو بدأ من 0 لغاية 9. هنبدأ نشاور من اول 0 وبعدين نطلع ونقول 1 وهم يرددوا وراك لغاية ما يوصلوا الى العدد 9. إذن على فكرة دي من 1 لغاية 9 او من 0 لغاية 9 دي ارقام، يعني لانها جاية لوحدها، يعني 5 لوحدها 6 لوحدها دي ارقام، ممكن نسميها ارقام وممكن نسميها اعداد اذا كنا بنقصد بها العد فهنقول عليها اعداد. طيب لكن بدءا من 10 بيبقى اعداد مكونة من ارقام، يعني 10 الرقم 0 والرقم 1، 11 الرقم 1 والرقم 1 وهكذا. طيب اذا انا عشان ما تقوليش انت كنت بتقول قبل كده كلمة رقم غلط كلمة عدد غلط وخليها رقم، لا الكلام ده لما يتخطى التسعة من بعد التسعة، لكن من الصفر اللي هو تحت ده لغاية التسعة دي كلها عبارة عن ارقام او اعداد اذا كنا هنعد بيها. طيب بيبدأوا الاولاد يشاوروا، انا بشاور وهم يعدوا، انا حط صبعي على الرقم وهم يقولوا وراه لغاية لما اوصل لاخر رقم عندنا. هقول لهم بقى هنا في أعمدة ظهرت في الرسم البياني بالأعمدة ده، الأعمدة دي بتاعت إيه؟ بتاعت عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الألوان، يعني مثلا شاوروا كده على عمود اللون الأحمر، هنبدأ نشاور على عمود اللون الأحمر وهنشوف كده فين هو عمود اللون الأحمر اللي هو ده، وهكذا طبعا مع باقي الألوان، يعني أكرر العملية، شاوروا على عمود اللون الأزرق هيبدأوا من التسمية وهم طالعين، شاوروا على عمود اللون الأصفر هيبدأوا برضو من كلمة أصفر اللي هي التسمية لغاية ما يقف عند نهايته، وهكذا الأخضر من أول التسمية لغاية ما يقف عند النهاية بتاعته. بعد ما شاوروا على الالوان بتاعتهم كلها هنيجي نشوف بعد كده حاجة تاني في الرسم بتاعنا اللي موجود قدامنا،
هنستخدم أجزاء الرسم البياني بالأعمدة عشان نعرف منها البيانات اللي بيعرضها. في عندي مسميات تحت اللي هي التسميات بتاعتي، هنا أحمر وأزرق وأصفر وأخضر، دول 4 ألوان عندي هم التسمية بتاعت الرسم البياني اللي بالأعمدة بتاعتي. طيب عايز أعرف كام عدد التلاميذ اللي اختاروا اللون الأحمر كلونهم المفضل، يعني عدد اللي اختاروا اللون الأحمر ده عددهم كام واحد. أنا هحط صبعي على التسمية اللي هي اللون الأحمر ده بقى عشان أعرف عددهم، أحط صبعي على اللون الأحمر وأبدأ أتحرك بصبعي لأعلى وأنا ماشي بعد المربعات الملونة باللون الأحمر، يعني هقول مش هقول هنا واحد طبعا، هقول هنا 1 2 3 4 5 6 7، هو قايلها 6 معلش، هو برضو يعني بقول زي ما قلت لك كده في خطأ حاصل معاه في الإيه في الرسمة نفسها، لكن الرسمة اللي احنا شايفينها هي بالشكل اللي أنا بشرح عليه ده. طب دي طريقة عرفوا بيها عدد التلاميذ اللي اختاروا اللون الأحمر، إن هو بدأ من تحت وعد عدد المربعات لغاية ما وصل للنهاية. في طريقة تانية، الطريقة التانية إن هي أعمل إيه بقى؟ أحرك إصبعي يعني لأعلى من غير ما أعد ولا أي حاجة، وأقف عند آخر مربع أحمر، عند آخر واحد ده، خلاص؟ بعد كده أحرك صبعي الناحية دي وأشوف العدد بتاعه في المقياس هو كام؟ الرقم المجاور لنهايته هو كام؟ هو 7. إذن اللي اختاروا التلاميذ اللي اختاروا اللون الأحمر عددهم كام؟ 7. طيب يبقى أنا عرفت إن في 7 تلاميذ اختاروا اللون الأحمر كلونهم المفضل، يبقى أنا عملت بطريقتين، الواد يبقى فاهم دي كويس عشان لما يتشاركوا مع زمايلهم أو لوحدهم يقدروا يستخدموا الطريقة، أي طريقة من الطريقتين، يا إما يعد وهو ماشي، ده للتلميذ اللي عليه الصعب شوية في القراءة يعني، أو إن هو يرتفع على طول لغاية نهايته وبعدين يتحرك بصبعه يشوف العدد اللي قدامه كام، هيبقى هو على طول اللي بيشير إلى عدد التلاميذ اللي هم اختاروا اللون الأحمر كلون مفضل. يا إما يعد واحد واحد لغاية ما يوصل ل7، يا إما يتحرك على طول وبعدين يمشي عند الآخر ويتحرك لغاية هنا. طبعا نفس الكلام هعمله مع اللون الأزرق ومع اللون الأصفر ومع اللون الأخضر، وانت بقى تأنى في الشرح وعيد وزيد، يعني يمكن أنا الإعادة والتكرار ده بس بتعمد إن أنا أعمله عشان خاطر حضراتكم تكرروه مع التلاميذ بطريقة أوسع كمان، يعني ما تبقاش ماشي سريع كده وبعدين الدرس بتاعك يخلص في ربع ساعة وبقى الحصة مش عارف تعمل فيها إيه، ده أنت معاك 90 دقيقة، معاك 1:30. فهنا بنقول بعد ما عرفنا الأولاد إزاي بيعدوا بالطريقتين ويبدأوا معاهم عمود عمود، هنبص على الكتابة اللي موجودة، معلش أنا عكسها يعني مش مشكلة، يعني كام عدد التلاميذ اللي اختاروا، مش كام عدد الأحمر، لا كام عدد التلاميذ اللي فضلوا اللون الأحمر، نقف عند النهاية هنلاقيه 7، وزي ما قلت كاتبها 6، برضو اللون الأزرق هطلع وقف الاقيه عند 5، هو كاتبها 4. طب اللون الاصفر معلش مش باين عشان لونه اصفر في الابيض مش باين، برضو هطلع الاقيه 3. طب اللون الاخضر هطلع لغايه العدد والاقيه عند 5. طيب ملاحظين ايه؟ ابدا اسال الاولاد بقى ان هم يقولوا لي في عددين متشابهين، في عددين متساويين، في واحد اكبر وفي واحد اصغر، اصغر عدد كان مع الأصفر، أصغر عدد اختاروا اللون الأصفر، وأقل عدد وأكبر عدد اختاروا اللون الأحمر، وهكذا مع الكلام ده. بعد كده هبدأ أشوف موضوع تاني برضو في الرسمة بتاعتنا اللي هي أنا عدلتها لكم وهي زي ما كانت في الكتاب. هنا أنا امبارح أفكرهم بقى إن أنا امبارح عرفتكم ازاي بنستخدم الرسم البياني المصور عشان نقارن البيانات، وعرفنا ان عدد الطيور كان اكبر من عدد القطط وهكذا. اتعلمنا برضو ان المسميات فيها اكتر من تسمية، يعني ايه؟ تعلمنا ان اي مسميات بيها اكثر
تسمية من الأخرى، يعني زي ما قلت دلوقتي، يعني تسمية في اللي فاتت مثلا تسمية الـ قلنا الطيور كانت أكتر من القطط، هنا تسمية الذين فضلوا اللون الأحمر كانت أكتر من اللون الأزرق أو أكتر من اللون الأصفر أو أكتر من اللون الأخضر، يعني أبدأ أدربهم. طيب مين أكبر في عدد اللي فضلوا اللون الأحمر ولا اللون الأخضر؟ طب اللون الأزرق ولا اللون الأخضر؟ طب اللون الأحمر ولا اللون الأصفر؟ وأسمع أجوبتهم باستخدام البيانات أو المعلومات اللي احنا كتبناها في اللي فاتت، يعني الأعداد اللي كتبناها 7 و5 و3 و5، نبدأ نستخدم دي ويردوا علينا من المكتوب ده أو من الرسم بمجرد ما ينظر للرسم. لكن في الحالة دي إذا كان الولد عارف العدد الأكبر والعدد الأصغر هتبقى عليه سريعة جدا وسهلة. هقول لهم يلا امسكوا القلم الرصاص بقى وتعالوا جاوبولي على أول واحدة، اللون الأحمر اللي فضلوه كان ايه بالنسبة للون الازرق؟ يعني كان اكبر الاحمر كان اكبر ولا اصغر ولا يساوي؟ لان دايما العلامة او الرمز اللي بحطه هنا بتاع العدد الاول او الكلمة الاولى اللي بتيجي او الموضوع الاولاني اللي بيجي، هنا الاحمر ماله اكبر من اللون الازرق. طب ليه اكبر؟ لان انا شايفاه او شايفه مرتفع وده شايفه منخفض مثلا، او ده عدده 7 وده عدده 5 وهكذا. دي تسميات انا بقدر اعرف بيها او علامات تدلني على الاكبر مين والاصغر مين. فهنا عرفت ان الاحمر الاول ده اكبر من، واوريهم يكتب كلمة اكبر من او اكثر من يعني، بس انا افضل اكبر طبعا هنا لانه بيتكلم على عدد فيبقى عدد اكبر يعني. فبيحط العلامة دي، واذا كان المقصود تلاميذ يبقى تنفع اكثر، يعني الاتنين بينفعوا زي ما قلت من شوية، يا اما الاحمر اكبر من الازرق او الازرق اصغر من، لكن في الشكل ده ما ينفعش يكتب اصغر من هنا. والفت النظر عشان يبقوا فاهمين، لان دي على فكرة بتبقى مشكلة مستمرة يمكن مع التلاميذ لغاية سنة بداية تالتة كده، برضو بيبدأوا يغلطوا في العلامة ومش عارفين تكتب، يعني بيبقى كاتب يبقى عارف صح ان الازرق اصغر من الاحمر فبيحط علامة اصغر، تتعمل له غلط. ليه؟ لانه ما ركزش على الاولى وشاف الاولى هي مالها، هي الكبيرة ولا هي الصغيرة. دي حتة مهمة جدا على فكرة، مش رغي ولا تطويل وقت ولا تضيع كلام يعني اضيع بيه الوقت بتاع الفيديو. طيب هنا برضو هيجي بقى هنقول للتلاميذ ان الجمل اللي جاية بتقول لي ايه؟ بتقول لي حط دائرة حول اللون اللي بيساوي اللون الازرق وحط علامة مماثلة على اللون الازرق بعده. يعني ايه؟ هنفهم دلوقتي. طب اي الالوان الاخرى لديه نفس عدد اللون الازرق؟ خدوا بالكم، مين اللي له نفس عدد اللون الازرق؟ او كيف يمكننا ان نعرف اي الالوان لديه نفس الرقم؟ يعني اقول انا عايز اقول مين اللي بيساوي اللون الازرق، يا اما اقولها كده زي ما انا قلتها مين المماثل للون الازرق، او اقول مين عنده نفس عدد اللون الازرق، او اقول برضو اي الالوان لديه نفس الرقم. دي تسمية ودي تسمية ودي تسمية. الأسهل على الأولاد طبعا إن احنا نقول مين اللي عنده نفس عدد اللون الأزرق. عدد اللون الأزرق كام؟ 5. طب مين اللي عنده نفس اللون الـ5؟ ملحوظة هنا، سيب التلاميذ يشاركوا أفكارهم، وإذا الأمر احتاج وجه التلاميذ عشان يعرفوا إن المقادير هتكون مماثلة لأسئلة، يعني حتة الأسئلة المتشابهة هنا، لأن بتجيلهم كانت في امتحانات وكانوا الأولاد بيغلطوا فيها مش عارفين إيه معنى السؤال. بيقول مثلا إيه؟ هل هناك أي أعمدة متشابهة؟ ده سؤاله. هيقول لي عمود الأزرق وعمود الأخضر. أقولها بطريقة تانية، هل أي من الأعمدة تقف عند نفس المكان للون الأزرق؟ اللون الأخضر بيقف عند نفس مكان اللون الأزرق.
اذا انا لما هجاوب السؤال بقى، السؤال بيقول لي ارسم دائرة، اللي هي اختار يعني ارسم دائرة حول اللون اللي بيساوي اللون الازرق. اللون الازرق اهو بيساوي ايه؟ الاحمر؟ لا طبعا، الازرق كام؟ 5، الاحمر كام؟ 7. اذا ما بيساويهوش، هل بيساوي الاصفر؟ لا، الاصفر 3 والاحمر 7. هل بيساوي الاخضر؟ الازرق هنا 5 والاخضر 5، يبقى بيساوي الاخضر، احط له دائرة على اللون الاخضر. اذا الازرق يساوي الاخضر، تمام. حبيت تحط دائرة تانية هنا على الازرق، ماشي برضو، يبقى الازرق دائرة وده دائرة، بس طبعا هو الافضل اللي انا عملته ده، لان هو قال حط دائرة على الازرق ودائرة على الاخضر. لا، انا افضل يعني يحط دائرة على الاخضر، خلاص المفهوم وصل، يعني ما فيش داعي ان هو يعمل دائرة تانية هنا، لكن انا بختار. ففي حالة لما اختار يبقى اللون اللي انا هاخده هو الاخضر، خلاص. طيب تعالوا نشوف، في نختم في الختام بتاعنا دلوقتي، وبعد ما عرفنا او عرفنا التلاميذ ازاي يحصلوا على المعلومات من نوعين من الرسوم البيانية، وازاي يقارنوا البيانات كمان، هنبدأ نبتكر احنا رسم بياني بان احنا نستخدم بياناتنا الشخصية. ده طبعا الكلام ده بتقوله للتلميذ، خلاص فهمنا النوعين وان احنا بنحصل منهم على معلومات، نوعين الرسومات البيانية اللي احنا خدناها، وان احنا كمان بنقارن البيانات. دلوقتي بقى ياريت انتوا هتبتكروا رسم بياني بان انتوا تستخدموا بياناتكم الشخصية. اتعلمنا ان الرسومات البيانية بالظبط الاعمدة، يعني الرسومات البيانية زي مثال، يعني لما يقول الرسومات البيانية مثل ايه؟ مثل الرسم البياني المصور مثلا. اذا عايز واحدة تانية، الرسم البياني بالاعمدة. اتعلمنا ان الرسومات دي بتساعدنا على ان احنا نقارن البيانات. فاحنا هنبدأ الدرس الثالث ان شاء الله في ان احنا ندرج البيانات او المعلومات عن نفسنا، يعني نعمل رسومات بيانية عن نفسنا. تفتكروا ايه الحاجة اللي انتوا عايزين تعرفوها عن زمايلكم في الفصل عشان نعمل لها رسم بياني مرة تانية؟ هنا بقى هي هتسمع امثلتهم هيقولوا زي ايه؟ 3 4، على حسب يعني الوقت ما يسمح معاك. اذا واجهتهم مشاكل في ان هم يقترحوا اسئلة، يعني مش عارفين ايه المعلومات الشخصية عن زمايلنا مثلا، انا اقول لهم مثلا كام عدد زملاء الدراسة من الاطفال بس مثلا. طيب اسأل تاني، كم عدد زملاء الدراسة اللي عندهم حيوان اليف مثلا. واحد تاني، كم عدد التلاميذ في صفنا من البنات، او كم عدد التلاميذ في صفنا من الاولاد. اذا ما كانش السؤال ده مقترح انت ضيفه، لان السؤال ده مهم عشان هو هيبقى شغلنا في الدرس القادم ان شاء الله. دي اسئلة ممتازة هنبدأ بيها بكرة ان شاء الله، وهنختار السؤال كم عدد التلاميذ في صفنا من البنات او من الاولاد. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة موجود هنا، ما تضغطش عليه، حط الماوس بس عليه، هيظهر لك كلمة اشترك هي اللي تضغط عليها، هيزيد العدد 1 وهيظهر لك الجرس، يضغط على الجرس عشان يوصلك اي اشعار، وبكده يكون انت اشتركت في القناة. وما تنساش اشتراك في جروبي على الفيسبوك، الرابط بتاعه تحت الفيديو، دروسنا ببيتنا مجانا. وبرضو يعني ياريت يسعدني اعجاباتكم وتعليقاتكم على الفيديو بضغطكم على العلامة دي. وما تنسوش ان هنا في رابط الدرس السابق بحطه لكم دايما، ورابط لقائمة التشغيل الاولى في الرياضيات اللي هي من 1 لـ30، وبعدين قائمة التشغيل بتاعت متعدد التخصصات اللي احنا شغالين فيها، اللي وصلنا للدرس 19 فيها. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.